أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان استطاع تجاوز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية وبتشكيل حكومة تضم الجميع. بري وفي كلمة له في الذكرى 39 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أشاد بما أنجزته عملية فجر الجرود وتحرير الجيش اللبناني للأراضي الحدودية من خلال قضائه على تنظيم داعش الإرهابي. كما نرفع التحية إلى الأجهزة الأمنية ودورها وشهدائها وعناصرها الساهرة على أمن المواطن خلال العملية المستمرة لكفح الإرهاب وخلاياه المتحفزة أو النائمة ومخططاته. إننا الآن بدلا من أن نترهب الاختلاف ندعو لإطلاق مشروعات التنمية على مساحة البقاع لتعويض الحرمان المستمر منذ الاستقلال، وخصوصا المنطقة التي جمد الإرهاب تطورها لعدة أعوام. بري استغرب الحملة على رئيس الحكومة السابق تمام سلام متسائلا هل نسيتم الظروف في حينها؟ ساعة الحق بنحطه على الرئيس سلام وعلى الحكومة الماضية. شيء بضحك تمام وشر البلية ما يضحك. الحكومة الماضية هي ذات الحكومة الحالية ما عدا واحد حط واحد نط. أبداً نفس المكونات موجودة. أنا بقول لك نط الكتائب إجت القوات، هذا كل شيء، هذا الفرق. أنا بدي أفهم ليش الحق على الرئيس سلام وساعة بنحط الحق وساعة بنحط الحق على العماد أهوجي؟ ليش عم نحط الحق؟ نسيت الظروف أنا ذات نسيت وقلنا بعض بشرف حمص كله كرب داعش. نسيتوا انه كنا خايفين انه يصير بعرسال فتنة مذهبية وطائفية؟ ليش؟ كل اعذار حتى لما ننتصر، حتى لما نقول انه انتصرنا. بري اكد رفضه حدوث اي شرخ في العلاقات مع دولة الكويت. ما يجمع بين لبنان والكويت هو الكبير الكبير والكثير الكثير في من الجوامع المشتركة وانحياز كل منهما الى الاخر وانهما المنبر الحر. وللتذكير لمن لا يمكن أن ينسى أن مشروع الليطاني بمنسوبة بنبيت بتر، مشروع الإمام الصادر والمهندس عبد العال والشيخ موريس جميل، والذي كان حلماً من حققه غير الكويت الممولة والراعية والمتابعة. بري لفت إلى أن مشروع الليطاني سيبصر النور في كانون الأول المقبل.